والله سيارة الفار يا ولد الحلال الفران. أين هو مكان؟ هاي هاي الناصرية. فقط سيارات الأدوية الغذائية، هاي السيارات اللي تعبر المخضر، سيارات الزغار مال المواطنين ماشية وبكل احترام، ما عندنا أي شيء وياهم، احنا مشكلتنا وسيارات النفط وسيارات الشركات اللي هي محمل اللي حتحمل من الميناء فقط. أما احنا اليوم أي مواطن يقول لك يعني السيارة صغيرة أو شيء ماكو. احنا شباب ذقار قاطعين الدول، صارنا اليوم رابع، الطريق مفتوح، ما مدخلين بأي شيء، بس المخصصات الميناء والنفط، وإنما الطريق الثاني شركاتها قاطعين. صارنا اليوم رابع، هاي وحدة السيارة الصغيرة تعبر، المريض يعبر، أبو الغذائية يعبر، ما قاطعين هند الندوم، لأن كلهم حسبنا إن للناصرية.